في التلو ب 120، بتلو كتف التلو مستورد هايل. ايوه، ب 125. عندنا لحوم مجمده برازيل على اعلى مستوى، وجودتها ايه؟ كلمني على الجوده وخلينا نتكلم بشكل طبيعي كده مع الناس. الجهات الرقابيه في الشركه القابضه ووزاره التموين بتجيب اعلى، يعني بالنسبه لو جبنا مجمد يبقى لازم نجيب برازيل، مفيش حاجه اثنين هندي يخش المجمعات. أيوة. اللحوم الطازه نشرف عليها، اللحمه الاسترالي برضه لازم في افرازات جمركيه وعلى اعلى مستوى. تمام. ففي اطمئنان وثقه ان المستهلك اللي بياخد حاجه بتشرف عليها جهات رقابيه وبيطريه. تمام. وعليها اقبال، يعني اقصد بقى ليها سوق عندنا في مصر. طبعا يا فندم، عندنا الدواجن برضه المجمده المحلي ب 65 كيلو، وعندنا دواجن برازيل المجمده. ايه المحلي اللي ب 165 كيلو؟ كلمني بس على ايه؟ ب 65 دواجن محلي مجمده. الدواجن تمام. 65. ايوه. وعندنا دواجن مستورده برضه ب 65 جنيه. تمام. ايه تاني موجود في المجمعات الاستهلاكيه؟ احنا عندنا الحمد لله تخش المجمع من اول كيس الملح لغايه بصلات الصفر تحت، اللحوم والدواجن والاسماك، الرز، السكر، المنظفات، كل حاجه على اعلى، يعني على اعلى مستوى، واقل من السوق الخارجي حاجات بتتراوح من 20 ل 30%. يعني الدكتور معالي رئيس الوزراء النهارده الحمد لله جه افتتح المعرض بتاعنا في الطلبيه. ايوه. في توجيهات للرئاسه اللي في كل محافظه يكون فيها 5 معارض. ايوه. احنا بدانا بالفعل النهارده اول معرض لنا للشركه على مستوى الجيزه في الطلبيه. في الطلبيه. في الطلبيه فعلا. المعرض فيه الوزراء مفتتح دلوقتي. تمام. انا اعتقد انه لسه الافتتاح شغال ولا خلص ولا ايه يا استاذ محمد؟ لا هو الساعه 6 كان الافتتاح معالي كنت عليه دوله رئيس الوزراء. نعم. والحمد لله كان الافتتاح موجود الساعه 6. طيب إيه الافتتاح، المعرض اللي فيه ايه في المعرض جوه؟ عايز اقول لك الاول اللي في المعرض هو اللي في المجمع. نفس يعني اللي في المجمع. بس مش عشان المعرض بنحط اسعار، لا نفس الاسعار اللي هناك بتخفيضاتها موجوده في المجمع. والمجمع تخفيضاته اقل من السوق من 20 ل 30% ل 30% بخلاف ما يتم بقى توفيره بالنسبه للسلع التموينيه. من سكر، من سكر ب 10 ونص، من رز تمويني ب 10 ونص. لا ثانيه واحده يا استاذ، استاذ محمد اهدى عليا. السكر بكام في المجمعات الاستهلاكيه وفي في السكر بكام في المعارض والمجوعات؟ عندنا السكر التمويني ب 10 ونص. عندنا. طب واللي معهوش بطاقه التموين هيعمل ايه؟ ما ياخدش سكر؟ لا الحمد لله التعليمات صدرت ووفرنا كميات سكر حر سعر 14 جنيه ونص للمستهلك. 14 ونص. 14 ونص يا استاذ محمد. الو. انا سامعاك. 14 ونص. الو. الو. ايوه مع سعادتك فين اتفضل. بقول لك 14 ونص السكر. ايوه فين السكر حر. تمام. 14 ونص موجود لغايه ان شاء الله، وعندنا كميات متوفره لغايه، عاملين حسابنا لغايه بعد رمضان كمان 3 اشهر قدام. هايل. اصل هو في المحلات بره بيتباع ما بين 19 و20، فعشان كده. ما هو لولا تدخل الدوله في حاجات كتير. طبعا. يعني الرز لو ما كانش فيه تدخل للدوله كان وصل دلوقتي 20 و25. لما كان وصل وعدى كمان. احنا عندنا رز ب 10 ونص، عندنا رز ب 14 ونص. وعشان نستقطب بقى الزبون بتاع الهايبرات والكلام ده كله. أيوة. جبنا حاجه لومينيشن على اعلى جوده ب 16 ونص. تمام. اسماك حاجه على اعلى جوده، رز عرير عصير حبه 3% كاس. ايوه. ب 16 ونص. أيوة. اذا عندي 10 ونص تموين عندي 14 ونص حر، طبعا المضارب الخاصه التابعه للشركه القابضه. ده الرز. الرز الحر بتاع قطاع خاص. تمام. اسماك ب 16 ونص. تمام. طيب ايه تاني؟ قول لي باسعار كده، يعني زي ما انت بتقول لي كده الاسعار العظيمه دي، قول لي المكرونه، قول لي الاسماك. احنا عندنا المكرونه. البيض، هل في بيض موجود ولا مش موجود؟ بالفعل البيض بالفعل عندنا 86 جنيه.